السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو مع الأستاذة غولين، واليوم مع تلاميذ سنة الأولى إعدادي خيار عام والسلسلة رقم 6 التي تتضمن الرباعيات الخاصة. تمرين 1: A B C مثلث متساوي الساقين رأسه A، M منتصف B C. أنشئ D مماثلة A بالنسبة للنقطة M، بين أن A B D C معين. A B C مثلث متساوي الساقين رأسه A، إذا غندير الضلع B C غنرسمو، غناخد فتحة ديال B K، كنحط الإبرة على الطرف الأول من B C وندير قوس، ونحط الإبرة على الطرف الثاني من B C وندير القوس الثاني، ونرسم المثلث متساوي الساقين. M منتصف B C، يا إما كنديرها بالبي كا يا إما كنديرها بالمسطرة، المسطرة سهلة. أنشئ D مماثلة A بالنسبة للنقطة M، يعني أن D مماثلة A بالنسبة للنقطة M، إذا M كتجي للآخر كتقول منتصف A D. تمرين رقم 2: A B C مثلث قائم الزاوية في A، أنشئ M منتصف B C و D مماثلة A بالنسبة للنقطة M، بين أن A B D C مستقيم. مثلث قائم الزاوية كتعرفو كيفاش تصميم، خصك دير زاوية قائمة في النقطة أ من بعد كتكمل الأضلاع ديالو. تمرين 3: أنشئ مستطيلا أ بي سي دي بحيث أ سي يساوي 6 سنتيمتر. أ سي هو مني كنحطو الحرف الأول ونزقلو الحرف الثاني ونديرو الثالث، كنهضرو على الأقطاب بحال دابا أ سي قطر بي، أنا حيت الحرف الأول وحيت الحرف الثاني بي دي قطر. إذا لكان أ سي كيساوي 6 سنتيمتر، فإن BD يساوي أيضا 6 سنتيمتر، لأن عندنا مستطيل، المستطيل أقطاره متقايسة. إذا كنقسم 6 سنتيمتر، كنجي كندير لها المنتصف ليا 3، عاد كندير 3 من هنا و 3 من هنا، والمنتصف هو O مركز ABCD، يعني أن O منتصف القطرين. حدد طبيعة المثلث POC. تمرين 4: C دائرة مركزها O وشعاعها 3 سنتيمتر. A B و C D قطران مختلفان من C، بين أن A B C D A C B D عفوا مستطيل، يستنتج أن A D B تساوي 90 درجة. تمرين 5: A B C D متوازي الأضلاع، ينشئ E المسقط العمودي ل A على C D. شنو هو المسقط العمودي؟ حنا درناه في الدورة الأولى ولكن ما فيها باس نذكر بها. ملي كنقول لك E مسقط عمودي ل A على C D، يعني أن A E عمودي على C D، و E غتواجد على C D. ينشئ F مسقط العمودي ل B على C D، يعني أن B F عمودي على C D و F توجد على C D، على مستقيم C D، بين أن A B F E مستقيم، يستنتج أن A F تساوي B E. تمرين 6: A B C D معين، أنشئ مستقيما عموديا على A C المار من A ويقطع B C في E، بين أن B D يوازي A E. تمرين 7: AB قطعة طولها 4 سنتيمتر، أنشئ دلتا واسط قطعة AB ونقطتين C و D من دلتا، حيث AB واسط CD. أولا بين أن ACBD معين، ثانيا أنشئ مركز ACBD. شنو هو واسط قطعة؟ واسط قطعة هو المستقيم المرمي المتساقية والعمودي على حاملها. كيفاش نرسم واسط قطعة AB؟ كناخد قطعة AB كنشئ هي الأولى، كناخد BK كنفتح واحد الفتحة تكون كبر من المنتصف، المهم كنشوف فيها كنعرف انها كبر، كندير الابره على طرف من الاطراف سي دي، يعني مثلا على دي، وكندير القوس الاول فوق والقوس الثاني تحت. من بعد كناخذ الابره ثاني وكنحسب بنفس الفتحه، وكندير الابره على سي، وكندير القوس الثاني فوق والقوس الثاني لتحت. هاد نقطه التقاء القوسين جوج فوق وتحت كنمروا منها مستقيم، هذا هو الواسط ديال قطعه سي دي مثلا. تمرين 8: A B C مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في A، E منتصف B C، أنشئ D مماثلة A بالنسبة لـ E. أولا بين أن A B D C مربع محدد مركزه، ثانيا حدد طبيعة مثلث A E D. تمرين 9: A B C مثلث قائم الزاوية في A و A B D E و A C F G مربعان، عندي هنا مثلث وعندي هنا
مربع وهنا مربع. اولا بين ان او و ا و سي نقط مستقيمه. ثانيا بين ان المستقيمين او بي و جي سي متوازيان. ثالثا بين ان اف و ا و دي نقط مستقيمه. تمرين واحد الشكل لنبين ان ا بي دي سي معين. لدينا ام متصف بي سي ولدينا دي مماثله ا بالنسبه لام. اذا ام متصف ا دي منه للقطعين بي سي و ا دي نفس المنتصف. اذا ا بي دي سي متوازي الاضلاع. باش تبين متوازي الاضلاع عدوز المعين كما درنا في شكل الرسم الى سمتو من التحويل من متوازي الاضلاع المستطيل شنو خصني ندير بحال دابا متوازي الاضلاع زائد زاويه قائمه فهو مستطيل. متوازي الاضلاع زائد قطران متقايسان فهو مستطيل. متوازي الاضلاع زائد قطران متعامدان فهو معين. متوازي الاضلاع زائد ضلعين متتابعين متقايسين معين. متوازي الاضلاع زائد ضلعين متتابعين متقايسين والزاويه قائمه فهو مربع. ولدينا ا بي سي مثلث متساوي الساقين ناقصه ا. اذا ا بي يساوي ا سي. ومنه من واحد واثنان نستنتج ان ا بي سي معين. تمرين اثنان لنبين ان ا بي سي مستقيم. لدينا الدي مماثلة ا بالنسبة للنقطة ام. اذا ام منتصف ا دي. ولدينا ام منتصف بي سي. اذا للقطعين ا بي ا دي و بي سي نفس المنتصف. ومنه الرباعي ا بي دي سي متوازي الاضلاع. ولدينا ا بي سي مثلث قائم الزاوية في ا. اذا بي ا سي تساوي 90 درجة. من واحد واثنان نستنتج ان الرباعي ا بي دي سي مستقيم. اذا هنا ثاني بينا ان الرباعي متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع معروف للقطعين نفس المنتصف متوازي الاضلاع. اذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان فهو متوازي الاضلاع. اذا كان ضلعين متقابلين متوازيين متقايسين فهو متوازي الاضلاع. اذا هاد الخاصيات كنستنتجو بها متوازي الاضلاع وغنشوفو واش غيعطينا مربع واش غيعطينا مستطيل على حسب شنو عندنا في المعطيات. تمرين ثلاثة الشكل هو هذا. ثانيا نحدد طبيعة المثلث بي او سي. بي او سي لدينا ا بي سي دي مستقيم. اذا ا سي تساوي بي دي. ولدينا او مركز مستقيم ا بي سي دي. اذا او ا تساوي او بي تساوي او دي تساوي او سي. وبالتالي شنو محتاجة انا؟ محتاجة للمثلث او بي سي. يعني غناخد او بي و او سي. اذا وبالتالي او ا او بي تساوي او سي. اذا بي او سي مثلث متساوي الساقين في او. تمرين أربعة الشكل هو هذا. أولا يبين أن أ سي بي دي مستقيم. لدينا سي دائرة مركزها أو و أ بي و سي دي هما قطران مختلفان من الدائرة سي. إذا كانوا عندي القطران إذا القطران متقايسان. إذا أ بي يساوي دي سي أو لا سي دي. لدينا أو منتصف أ بي و أو منتصف دي سي. إذا القطران أ بي و دي سي يتقاطعان في منتصفها منتصفهما. ومنه الرباعي ا سي بي دي مستقيم. علاش؟ لانه متوازي الاضلاع. قطران يسقط عن منتصفهما وله قطران متقايسان. لنستنتج ان ا دي بي تساوي 90 درجه. استنتاج مما سبق المعطيات اللي عندك في السؤال الاول غتخدم بهم. لدينا مما سبق ا سي بي دي مستقيم. اذا ا دي بي تساوي 90 درجه. كنعرفوا ان المستطيل له اربع زوايا قائمه. تمرين خمسة لنبين أن أ بي إف أو مستقيم. لدينا أو المسقط العمودي لأ على الدي سي. دي سي هي هذه. أو هو المسقط العمودي. قلنا أو تنتمي إلى الدي سي و أ أو عمودي على الدي سي. إذا أ أو عمودي على الدي سي. ولدينا إف المسقط العمودي لبي على الدي سي. إذا إف تنتمي إلى الدي سي و بي إف عمودي على الدي سي. من واحد واثنان نستنتج أن أ أو يوازي ب إف. مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان.
ولدينا A B C D متوازي الأضلاع، إذا A B يوازي D C. ولدينا F تنتمي إلى D C و E تنتمي إلى D C، إذا A E F يوازي A B. من 3 و 4 نستنتج أن A B F E متوازي الأضلاع. ولدينا A E عمودي على E F، إذا A E F يساوي 90 درجة، إذا A B F E مستقيم. هنا شو طبقنا؟ طبقنا إذا كان لدي إذا كان في رباعي كل ضلعين متقابلين متوازيين فإن هذا رباعي إن هذا الرباعي متوازي الأضلاع، لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين. وقينا بأن عندنا المسقط العمودي، إذا أو عمودي على أو إف، إذا متوازي الأضلاع زائد زاوية قائمة فهو مستقيم. ثانيا نستنتج أن أ إف تساوي ب أو، لدينا أ ب إف أو مستقيم، إذا أ إف تساوي ب أو. قطرا المستقيم متقايسان. 8-6 الشكل، لنبين أن BD يوازي AE، AE هو هذا، BD هو هذا. لدينا ABCD معين، إذا المعين كنعرفو بأن قطراه متعامدة، إذا AC عمودي على BD، AC ولدينا AC عمودي على AE، إذا BD يوازي AE، أن BD عمودي على AC، AC عمودي على BD، وAC عمودي على AE، إذا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان، إذا ABD وAE متوازيان. 8-7 لنبين أن الشكل هو هذا، لنبين أن A C B D معين. لدينا دلتا واصل A B، إذا D تنتمي إلى دلتا و D تنتمي إلى دلتا، إذا D A تساوي D B، كل نقطة تنتمي إلى واصل قطعة تكون تساوي المسافة عن طرفي هذه القطعة. ولدينا C تنتمي إلى دلتا، إذا C A تساوي C B، نفس التعريف إذا كان عندنا ولا نفس الخاصية، كل نقطة تنتمي إلى واسط قطعة تكون متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة. عندي دلتا واسط AB، عندي دي كتنتمي الواسط قطعة دلتا، إذا DA كتساوي DB، وعندي C كتنتمي الواسط قطعة AB، إذا CA كتساوي CB. من 1 و 2 نستنتج أن CA تساوي CB تساوي DA تساوي DB، ومنه رباعي ACBD معين. ثانيا لننشئ O مركز ACBD، لدينا ACBD معين، إذا المركز المعين ACBD هو نقطة O منتصف القطعين AB و CD. شو غدير؟ أتصل القطعين الأولى بصلتي المعين، أتصل القطعين من بعد نقطة الالتقاء هي مركز المعين. 8-8 الشكل، ABCDC ها هو هنا عندنا، لنبين أن ABDC مربع، لدينا E منتصف BC والدي مماثلة A بالنسبة لي، إذا E منتصف AD، E منتصف AD، E منتصف BC، إذا للقطعين AD و BC نفس المنتصف، وبالتالي AD ABDC متوازي الأضلاع عفوا، إذا كان لرباعي نفس قطعه يتقاطعان في نفس المنتصف فإنه متوازي الأضلاع. إذا للقطعين AD و BC نفس المنتصف، ومنه رباعي ABDC متوازي الأضلاع. ولدينا ABC مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في A، إذا BAC تساوي 90 درجة وAC يساوي AB. ومن 1 و 2 و 3 نستنتج أن رباعي ABDC مربع. عندي متوازي الأضلاع زائد زاوية قائمة وحدها كيعطينا مستطيل، متوازي الأضلاع زائد ضلعين متتابعين متقايسين كيعطينا معين، ولكن متوازي الأضلاع زائد زاوية قائمة زائد ضلعين متتابعين متقايسين فإنه مربع. لنحدد مركز ABDC، لدينا مما سبق ABDC مربع و E منتصف القطعين AD و BC، إذا مركز مربع ABDC هو E منتصف القطعين. ثانيا نحدد طبيعة مثلث AEB،
لدينا ABC موافق، إذا AD عمودي على BC. ولدينا E تنتمي إلى AD وE تنتمي إلى BC، إذا AE عمودي على BE. ولدينا القطران AD وBC متعامدان ويتقاطعان في منتصفهما، إذا AE تساوي EB. من 1 و 2 نستنتج أن AEB مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في E. 8-9 لنبين أن AE و A و C نقاط مستقيمين. طريقة 1، لدينا EAC تساوي EAB زائد BAC، ولدينا ABC مثلث قائم الزاوية في A، إذا BAC يساوي 90 درجة، و ABDE موافع، إذا EAB تساوي 90 درجة. غنعوضو EAC هي EAB غنعوضها ب 90 و BAC غنعوضها ب 90 هي 180، إذا EAC زاوية مستقيمة، وبالتالي النقاط E و A و C نقاط مستقيمية. هذه الطريقة الأولى باش تبين الشكل، مخصنتوش لأنه عند عارفين نفسه مغنديرو فيه والو. طريقة ثانية، لدينا ABC مثلث قائم الزاوية في A، إذا AC عمودي على AB، ولدينا ABDE مربع، إذا AE عمودي على AB. من 1 و 2 نستنتج أن AC وزي AE مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. بما أن المستقيمان AC و AE متوازيان ولهما نقطة مشتركة اللي هي A، فإن AC و AE منطبقان، وإذا النقط A و E و C نقط مستقيمية. ثانيا، لنبين أن المستقيمان EB و GC متوازيان. لدينا ABDE مربع، إذا EB عمود على AD، ولدينا F تنتمي إلى AD، إذا EB عمود على FD، ولدينا AGFC مربع، إذا GC عمود على AF. بما أن D تنتمي إلى AF، فإن GC عمود على FD. احنا وصلنا ان EB عمود على FD، GC عمود على FD، من 1 و 2 نستنتج ان EB يوازي GC. ثالثا، لنبين ان F و A و D نقاط مستقيمه. لدينا مما سبق GC يوازي EB، AF عمود على GC، AF عمود على EB، و AD عمود على EB، إذا AF يوازي AD. بما أن المستقيمان AF و AD متوازيان ولهما نقطة مشتركة A، فهما منطبقان، إذا A و F و D نقاط مستقيمية. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو تفاح السلسلة رقم 6 من الرباعيات الخاصة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر.